يا اهلا وسهلا يا باشا. هو ده بقى البيت. البيت يا مدام اهو. اختي تفاحه بقى مش عارفه اقول لك ايه. يعني الادب، يعني التربيه، يعني الاخلاق، يعني القلب الابيض، يعني كل الصفات دي فيها. هو ده اللي انا بدور عليه. صح يا ماما. طبعا يا حبيبي، احنا اهم حاجه عندنا النسب والعيله الطيبه. لا اوعى تتكلمي عن النسب والعيله الطيبه، احنا معروفين في المنطقه. تعالي هنا بس واسالي على عيله حاحا شكري، معروفين زي الجنيه الدهب. يعني الادب، يعني الاخلاق، يعني التربيه، يعني الاصاله ونوال الزغبي مع بعض. الست تفاحه دي ملهاش حل. لقينا قوي الست دي. دي خلتني استغنى عن مراتي. شغاله فوق وتحت يا عم. هي اسانسير يا عم الحاج. انت حاحا اختك عامله شغل كده؟ عقبال اختك. ابي حاحا، هي اختك بتشتغل ايه بالظبط؟ تك بس حمى قبل ما تيجي. ربنا يخليك يا استاذ فاحا. هات يا اخويا اللي بعده. وريد ولا عضل؟ كيف يعني؟ يعني فوق ولا تحت؟ ما خبرش، عنديك الحقنه دي عضل. يلا ارفع الجلابيه. واه اتحشم يا مره وعد كده. وانا قلت لك اتجوزني عرفي؟ دي حقنه عضل. عضل؟ انا عضلي كله قدامك اهو. اختار العضله اللي تعجبك. يا ام الجهل، حقنه العضل دي بتتاخد ورا. انت اتخبطت في نحوكك يا ست انت ولا ايه؟ ها؟ ده انا لو مرتي قالت لي كلام زي ده اطخها عيارين في دماغها. بقول ايه؟ اديني الحقنه دي في اي حته الا الحته دي. انت بتلاقي حته ارض. بقول لك ايه، ما تقفليش دماغي. يلا روح للدكتور خليه يكتب لك حقنه حشمه. يلا يا اخويا رجع له الجزمه من الجزمه دي. اقول له اديني اي حاجه الا اللي موس يقوم يديني الاسخن منه. امشي يلا. امشي. اللي بعده. ده انا مستنيك على نار. العيادة بتاع البنت تفاحة بنت اختي شغالة النهاردة، فمحدش بقى بيدقق مين طالع ولا مين نازل. انت بس اول ما تدخلي اعملي نفسك عيانة. يعني كحي على قد ما تقدري كحي، واعملي نفسك بترجعي، امسكي بطنك. عارفة يا بنت اشرح، احلى حاجة بحبها فيك ايه؟ خيالك المريض. يلا بقى انشراح، احنا هنقعد نتكلم كتير. ما تتاخريش. انت قدامك قد ايه؟ ساعة يا دوب. يلا باي. اقف طابور. طابور ايه وانا داخل اقبض المعاش؟ هو في ايه؟ ما تخلصي بقى، العريس عفن هو وامه جوه. انا مش ملاحقه على الناس، سيبني اشوف شغل. حد يسيب عريس محترم زي ابو دان ده ويدي حقن للواغش ده؟ ايه مش مالي عينك كده ولا ايه؟ بس عديها لك وانا ايدي تقيله وهتبقى شرجيه. سيبني اشوف شغل. انت حالك اتجوز جواز صالونات. صالونات؟ ده هيبقى جواز حمامات. دي سيره دي؟ امشي. يلا. وانت واقف فاتح لي السوسته اللي تحت الطاهر؟ يلا يابا من هنا. انت كده بتقطع اكل عيش. هو انا بتاع بلدي هصدر لك الفرش يا بنت؟ انا عايزك تتجوزي وتستتتي. عايزه استتت ولا تستولى على الشقه عشان تتجوز فيها؟ لعلمك بقى انا مش هتجوز الا الانسان اللي بحبه وحق. في ايه؟ انت بتحبي مين يا بنت؟ ما بحبش حد. تعالي هنا. قصدي يعني لما احب. احنا ناس ما نعرفش غير حب ماما وحب بابا، ودول ماتوا من زمان. صح. ما فاضلش دلوقتي غير حب الله وحب الوطن. سامعه؟ وسمعني سلام، اللي ملوش كبير يشتري له كبير وطالع لك كبير. يا
واحين وحتة على احلى عم في الدنيا. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ عايزك تنزل معايا دلوقتي بسرعه. مش هينفع، انا عندي ظروف خاصه جدا. يا عم استنى بس، البنت تفاحه جالها عريس لقطه تحت، ابن حلال ومعاه فلوس، عايزك تنزل معايا عشان تقنعه. اصل بصراحه انا واخد حبايه ضغط. وانت من امتى عندك ضغط؟ لما بشوفك بيجيلي الضغط. يا عم استنى بس، ده انت الكبير بتاعنا اللي بنلجأ له في حل مشاكلنا. اصلك انت مش فاهم يا حاحة، انا نفسي مزنوق ومحتاج لاي حد الجأ له. طب ما تلجأ لنا. تلجأ لنا انا وتفاحه ونتلم في حضن بعض ونبقى اسره واحده. حضن ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش ده الحضن اللي انا كنت مستنيه؟ ايه ده يا عم؟ في ايه؟ ايه؟ بسم الله ما شاء الله. ايه؟ ده انت زي البومب، ده انت زقتني زقه جامده قوي وضغطك عالي وواطي وسخن. ايه في ايه؟ الله يطمنك. صحيح؟ بس بص عاوز افهمك حاجه، انت واختك شوفوا لكم اي حد بقى يتحشر منكم، ما تحشروش راجل حزين زي منكم. حزين؟ حزين. بيره وشموع وربع اللحم وضغط عالي وواطي وحزين، امال لو فرحان كنت هتبقى عامل ازاي؟ بقول لك ايه؟ تلاتة بالله العظيم انا ماشي من هنا الا رجل على رجلك عشان اقابل العريس تحت. استنى طيب. يلا بس تعالى. استنى. هتاخدني كده هتجرني على بلا وشي اغير هدومي؟ طيب. طب روح غير بس بسرعه. طيب. يا رب محولي حباي ما يروحش. كح يا رقيق. ما خلاص. دي شكلها تعبانه قوي يا عم. ايوه هي تعبانه وربنا مش كاتب لها الشفت. لو سمحت يا ست مفيش دكاتره هنا. معلش. هو كان فيه بس راح مشوار غصب عنه، احتمال يفتح بعد ساعه. مفيش دكاتره هنا ومفيش حد هيفتح. يلا يا ست بطلي كحه قرفتينا. ايه ده يا عم؟ دي شكلها هتموت خالص. هي كانت هتموت، هتموت، بس كتب لها عمر جديد. ايه حلوه البراندة؟ هايله هايله. خش جنبي نسيبك. اتفضل يا اخويا. خليك انت جنبي. ريحي رجليكي عشان ما تنملش. معلش العروسه متاخره شويه عند الكوافير، زمانها جايه. الله زي القمر. والله ما حد قمر غيرك انتي. ممكن اعزمك على سينما ميد نايت؟ ميد نايت؟ بلاش، نخليها حفله تسعة. اقول لك احنا نطلع عندي فوق، انا مشبر ازازتين بيره ومسخن ورقه لحم على شويه لب وسوداني وننزل على طول على السينما كارهين بعض، ايه رايك؟ لا لا لا، انا عايزه اتفرج على بقيه الشقه، مش وقته. شقه مين عدم المؤاخذه؟ الشقة دي اللي هيتجوز فيها ابني. الشقة دي بتاعتي ومحدش هيتجوز فيها الا انا. يا نعم، انا هتجوز في الشقة دي وانا عجبني العيزة، عايزة اتجوزها. وانا كمان حبيتها من اول نظرة عشان طبيعية يا ابي حاحة، جوزهاني. وانا كمان عمي ماشي مأذون حالا. يلا خلي المأذون في الميد نايت. ميد نايت ايه؟ انت رايح تجيب كيس فشار؟ ايه يا عمي؟ مفيش جواز يا عم الحاج. يلا توكل على الله. ايه ده يا عم؟ يلا بلا ريحه ولا بتاع. يلا يا ست مع الف سلامه، بره من غير مطرود. انكر اول المطرودين انت يا عمي. توكل على الله يا مامه العريس. توكل على الله وانت بقى ورحمه امي لو وقعلك صف اسناني. ولا زعل نفسك، امسك. يا ولاد الحقن دي سلاح خطر. طب ابنوها مضاد حيوي وانت مساح وعناك. تعالى يا عشان بوصل لك السبوبه يا حاحه. انت بعدك تاني يا حصه. انت تسوى يا بنت وحشه ولا بايره؟ الاثنين. اه عايزين الاثنين مش فيكي. طب امسك ايدي. ماشي. طب العريس تاو تاني هتعرفي. ها الاربعه خمسه اللي انت طفشتيهم خليكي كده قاعده لحد ما تدوري وتقعدي في عربيزنا. واحنا عربيزنا مش مستحمله. ده انا حلوه ومدملكه والف مين يهواني، الدور والباقي عليك اللي مش هتلاقي كلبه تعبرك. تعبرك؟ ده انا النسوان هتقطع بعضها عليا. ما تقولها يا عمي. اقولها ايه؟ اول حاجه ما شفتهاش اكذب يعني.
بمرض بنت خالتك المعفنه اللي خطبتها، ده النوع بتاعها سحبوه من السوق. بس مربيه على ايدي وضامن ان عدادها عزيره. ده انت لو دورت عليها هتلاقي قلب عداد ومستخفلات. انا ما اسمحلكيش تتكلمي على بنت خالتك بالطريقه دي. يا ولاد اطمنوا، دلوقتي ما حدش بيمشي بالعداد، لا رجاله ولا ستات. النسوة بتقطع نفسها عليه، ده انت اوفر ايدج. دلوقتي بتعايريني بالسنه تفاحه؟ هو انا اتاخرت في الجواز ليه؟ مش عشان اسطرك؟ سطر مين يا مفضوح؟ عايز نخله عشان تلهى في الشقه؟ لا ده بعدك، انا قاعد على قلبك. انتوا مش ناويين تخلصوا الخناقه دي؟ مش كفايه ضيعتوا عليا جلسه العلاج الطبيعي؟ الله يلعنكم اليوم اللي امي خلفت فيه ابوكم وبقيت عمكم. ايه ده؟ انت ايه اللي حشر ربنا واحنا بنتخانق؟ مش مكتوب من نفسك تجيب عمك اللي عمره ما حبنا ننشر غسلنا الوسخ قدامه؟ وانتوا انشر غسلكم ليه؟ سيبوا منقوع قد سنه عشان ينضف. ما انت اللي خليتينا الجا له عشان نحل خلافاتنا، خليتينا الجا للياس وقعد ما يسواش. عنده حق، خليكي يرجع. يعني الادب هي دي اخرتها يا واد؟ اتنين اخوات بيتخانوا مع بعض، تحشر بينهم ليه؟ اه صحيح انت مالك، دي مصارين البط بتتعارك. تصدق انت صح ولا غلطان؟ فك يا اخويا مصارينكم من على رقبتي قبل ما تسخني. غرف غرف 60 داهيه، الحق انا اشوف دكتور يوافق يجي يديني جلسه. بس يعني بس ايه يا عم مالك؟ ايه عاوز انقط وجاب الميكروفون بتاعك معاك؟ انا بحب انقط بالميكروفون بتاعنا. نسمع سلام كبير والنبي يلا. بس ايه يا عم السلام ده؟ ده سلام الاسد ملك الغابه. ليه يا عم الحاج؟ احنا في بيت الحانات ولا ايه؟ طب عايز ايه يا عم؟ عاوز انقط يا جدع بفلوسي. يا عم ما تنقط، انت هتتخنق علينا بالتلاتة جنيه وربع اللي ماسكهم فيها. فلوس انا حر فيها يا اخي. يا عم خليه ينقط. يا عم سمعني سلام. سلام للعروسه. العروسه والعريس. والعريس ومحمود عبد الشافي. محمود عبد الشافي وحسين باك. حسين باك واكرم فريد. اكرم فريد ومحمد السبكي. محمد السبكي ومحسن ناصر. محسن ناصر ومحمد السبكي تاني. محمد السبكي تاني. اول وتاني وتالت. اول وتاني وتالت ومليون. ودوس على الزرار بهبل وسمعني سلام سياب الجبل. ديب 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 ديب. واجيب لك ديابه منين؟ من الجبل. ديابه من الجبل؟ اه امال ايه؟ عندنا عندنا. اعوه يا جدع في ايه ده؟ انزل بذهاب الجبل. اللي قولي لي يا مايسة. يا عيون مايسة، انت عارفة يعني ان انا بعتبرك في منزلة اوعطول اختي. لا اختي ايه ده، انا اختي اشرف والشرف. انا بعتبرك في منزلة جارتي. ربنا يكرم واصل. يا نهار اسود، احنا في فرح والناس قاعدة. يعني على اساس بصي ان احنا مش متربيين سوا وكده، انا عايزك تقولي لي بصراحة والصراحة راحة. هو انا خلاص النسوان ما عادتش تبص لي؟ فاشر، هو مين الحمار اللي قال لك كده؟ هو مش حمار، هي حمارة مؤنث جحشة. البنت تفاحة اختي. ياه سيبك منها بقى، دي طول عمرها معقدة. ما تتجوزني يلا. اتجوزك؟ الواحد ممكن يتجوز واحدة غلطت مرة قبل منه، انما يتجوز واحدة غلطت مع سكان القاهرة الكبرى وضواحيها وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. يخرب بيت لسانك، هي فروق التوقيت حكيت لك. عموما انت الخسران. يعني انا لسه بخيري؟ سؤال ما اقدرش اجاوب عليه شفا، ده لازم تحريك. سادة اللي سماكي ميصة، اسم على مسمى. السراحة راحة يا عين وانت ما بتعرفش، السراحة راحة يا سيدي وانت ما بتقدرش. حاحا راحة يا عيني وانت ما بتعرفش، السراحة راحة يا سيدي وانت ما بتقدرش. وحكسر لك صباع واجبت لك دراع. وحياة النقح والحلبة انت ما بتفهمش. يلا اهو اهو، ما تفكرنيش هفاي ولا حدد لك ولا خاف. ده انا قادرة ومفترية والشارع كله شاف. بصي وراك 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 يا اللي ما
بتعرفش الصراحة راحة يا ابويا وانت ما بتقدر. انا بيب انا بيب انا بيب انا بيب انا جيب انا بيب يا عمي لبيب انا بيب. انبوبة بعت لها جواب انبوبة ولا سألت فيا انبوبة ايه الاسباب انبوبة ما ترد عليا انبوبة انبوبة. انت 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 مش لسه جاي الصبح ومحدش عبرك؟ الله يخرب بيوتكم. جرى ايه يا جدع انت؟ طلعت دماغنا ما تقول يعني وتخبط في حته تانيه. بس الحق عليا ان انا حامل امكم. افرضوا حد حب يقوم بالواجب مع ام العيال والانبوبه خلصت، اشيل ذنبه ولا اشيل ذنبه؟ وافرض واحده ست عايزه تبسط جوزها وما لقتش ميه سخنه، اشيل ذنبها برضه ولا اشيل ذنبها؟ انت ادي بتاع الانابيب. ليلتنا قشطه، ليلتنا عسل، احلى انبوبه في تاريخ الغاز كله. هات يا واد انبوبه واطلع يلا. ثواني ثواني. حاضر يا ست هان. يا ساتر وحشتيني يا توتا. وانت كمان يا ولا وحشتني. يخرب بيت امك، انت جاي تفضحني ولا ايه يا ولا؟ معلش معلش غبائي خلني خلني. طب امسك بقى يا اخويا غباك عشان ما نتفضحش. طب ما تقفلي باب الشقه عشان نتكلم براحتنا. لا يا حبيبي لسه بدري لما يتقفل علينا باب الشقه. اخص عليكي انا استحاله افكر في اللي بالك. بس الشيطان ممكن يفكرك. طب وايه اخره العذاب ده؟ مفيش امل تقنع اخوكي. اقنعه بايه يا حصر؟ لا مال ولا جمال ولا شقه. انا عارف ان شغلانتي صعبه بس وانا لقيت غيرها. عارفه انا مرعوب، الغاز الطبيعي هيخش المنطقه. تف من بقك، ده كفايه دخلتك عليا بالانبوب. خلاص نهرب ونتجوز يا عرفي. تاني هتقفلني منك؟ تاني؟ وانا كل ما اقول لك على حاجه تقول هتقفلني منك وانا بحب اكره. يعني انت رايك فيا ان انا جامد وذكر والستات بتموت فيا؟ لحد دلوقتي ده ظن. انا هحولهولك الى يقين لا يرقى اليه الشك. يا عيني انا اول ما بسمع حرف الكاف بتشائم على طول. هو شكلك كده بقى مسكت ومالكش غير في الكلام ده. انا هخليكي ما تحبيش في حروف اللغه العربيه غير حرف الكاف. عارفه ليه؟ ليه؟ لاني هقطعك. يا لهوي يا لهوي بتعملي ايه يا بنت عندك يا بنت؟ يا فجر ما شفت الرعبه. لا مؤاخذه يا طنط، انا عايز اشرح لك. طنط مين يا روح امك؟ ده انا هخليك تكسر حصك حياتك. طيب طيب هخليك تكسر الليله وانت هقطعك حياتك. هخليك تكسر الليله هخليك تكسر حياتك. يلا هخليك تكسر حصك. روحي يا هوي هقول يا بنت يا ولدي. مراتك بتغتصب. بقول لك مراتك بتغتصب. العب خدك بقولك. ده واد لبط قال عمو. الله يلعن عمو دي عمومه. انت هتقل قلبك ليه؟ ما تخليش اعرف فيه. يا سعاده الباشا انا ما اقصدش، انا يعني هو انا عشان خاطر عمو اشيل بلاويه؟ طب ايه راي سعادتك انا ما عرفتش انه ابن اخويا الا من شهرين بس. الله يرحمك يا بابا. تركتني العم يقطع في لحم قربا قربا ويرمي للكلاب. هتضمنه ولا لا؟ مش كفايه كنت هتولعه الجيزه؟ يا باشا انا ماليش دعوه، انا كنت قاعد في بيتي مستني دليفري جايني. يا سعاده الباشا هو الغلطان. ما ربنيش يا سعاده الباشا على الاخلاق الحميده. ده كان بيجيب لي افلام شيكس عشان شيكس؟ شيكس يعني نسوان متحركه وصور عريانه يا سعاده الباشا. خلاني لما كبرت بقيت استجيب لرغباتي الدنيئه. الله يخرب بيتك يا باشا. بص لي انا مش راجل كبير قدامك اهو، انما عبيط واهبل. الواد ده بقى كان بيجيب لي افلام الشيكش دي ويقول لي اتفرج يا عم دي افلام مصارعه، وانا بسلامه ليه اتفرج؟ ما عمرك يا حاحه لما كنت تقول لي مد عينك بالنسوان يا عم عشان تعرف ان انت متجوز غفير، فاكر؟ عسكري عسكري.
يا عسكري قول إيه؟ الرزمان ده راح الحجز. حجز بأمارة ايه؟ تهمة ايه يا سعادة الباشا؟ انا في دماغي. ايه يا نهار اسود، دي نصيبة تانية. ليه؟ تهمة قلب دماغ ظابط. يا خبر اسود، دي فيها اعدام. قال لي ما فيها. خلاص يا باشا حقك عليا، انا هضمنه وامر الله. هضمنه يا باشا. ايه يا حاحة ده؟ انا لابس اتقطع صراحة بقى، ما تنزل بقى. وكفاية عامل بنزين اللي حرقناه في السلكة. ايه بقى؟ انزل بقى يا عم حاحه بقى، انزل بقى. كمان صحيني من الفجر وصاحبني زي ما بكون ساحب مأزة. بقول لك ايه، انا مش قد خالتك في السكه اللي فوق دي، اطلع لها انت لوحدك. في نقطتين عايز اكلمك فيهم. اول نقطه، المكنه المعفنه دي ما سحبتش بنزين، انت جايبني زق. تاني نقطه، البت تفاحه راحت سيحت لي عند خالتي عشان تبوظ الجوازه، وقالت ان انا عايز الها في الشقه منها. حلو. وبعدين انا جايبك ايه؟ جايبك باجرتك، هتضرب اكل الجمبري وتضرب واحد ميلك شيك. خناقات تانية يا حاحة. يا حمار، ميلك شيك ده عصير تفاح على فراولة. الله ينعل عبو، دي صعوبية بقى. حتى كده يا لاوي، دي مات مواعيد وتقول لي ميلك شيك. بقول لك انا هروح بقى يا حاحة. يا حاحة، بدل البدالة اللي احنا فيها دي، اتجوز لك موزة من موز الافراح احسن لك. يا دي الموزز بتوع الافراح دول نعرفهم، نمشي معاهم، انما نتجوزهم لا. سامية دي حاجة تانية خالص، دي ما مشيتش مع راجل غيري. بس أنا شفتها ماشية مع أبوها. يا ولا سامية دي حاجة تانية، دي بختم رباها فابريكا. طب تحب أجيب لك واحدة استعمال طبيب؟ يا أخي بقى، يا أخي. زق زق، خلينا غير هدوم. يلا زق. بيب بيب. كفاية صلعت الكلاكسي يا حاحة. سامية، سامية افتحها يا سامية، بدل ما سيحلك في المنطقة. تفاحة عايزة توقع بينا عشان تاخد الشقة. افتحها يا سامية قبل ما تقطع شراييني. والموس اهو. يا ريت، عشان دمك يسافل يتصفى، ساعتها بس ممكن اسامحك. اشهدوا يا ناس، انا بنتحر عشان خاطر حبيبتي اهو. قلبي، اوعية الدوامية. يا لهوي. اربطي لي ايدي اوام قبل ما النزيف يوصل للقلب. يعني ايه؟ يعني قبل ما النزيف يبقى داخلي. معلش يا حبيبي. معلش قوم. قوم يا حبيبي. انا مستاهلش انك تموت كافر علشان. صلصه. اه يا سافل. انا قلت عشان لو حبيتوا تعملوا مكرونه النهارده. مكرونه. شفتي؟ شفت انا بعمل كل ده عشانك وحياه النعمه، وعارف ان انا مش هون عليكي. انا جايب لك صلصه من غاليه، كان ممكن اجيب لك كشطب من رخيص. هو ده اللي انت عايزه تتجوزيه؟ اكل بعقلك حلاوه، ويا ريتها حلاوه بقشطه، لا حلاوه بصلصه. والنبي خالتي سيبينا في حالنا، واحد وخطيبته بيستفلوا مع بعض، مالكيش دعوه انت. وبعدين لما هتجوزها هجيب لها حلاوه بالفستق واللوزدق وعين الجمل واللوز. تعالى احب فيكي شويه بقى، وحشتيني بجد. وحشتك يا خاين. يا بنت اسلوبي طولك شويه، ما تطمعيهوش فيكي. حد يشوف عيون البكر دي وما يطمعش. احترم نفسك يالا. بقولك ايه، انا شفت حاوم عادي تحت البيت، تعالى افرجك عليه من البلكونه. حرام انا جوز خالتي. عجبك اللي بتعمله بنتك؟ دي حضره خصبه كده يا راجل. ربنا يكرمك بالزهايمر، او ينقص في عمرك في اشاره مرور، حتى يجيلك انفلونزا الطيور. امين يا رب. برضه مش هنسى عمليتك السودا. كده بقى هتخليني اشرح لك وادخل في تفاصيل تجرح محاسيسك. لا يا حبيبي، اجرح محاسيسي، انا بقى عايز اعرف عشان اسامحك. امري الى الله. انا هشرح لك عشان زي ما بيقولوا لا احياء في العلم. الجهاز المنجب عند الراجل ده عباره عن ايه؟ شويه مسالك واورده. عدم المؤاخذة زي المواسير. المواسير دي لو اتسدت هتبقى مشكلة سودة، عشان كده لازم لها تسليك وتنظيف. لو ما سلكناش وما نضفناش، واخدة بالك، هنصاب بأمراض خطيرة جدا. بس أنا برضه عمري ما سمعت عن الكلام ده. عشان كده لازم يدرسوا الثقافة الإنجابية دي في المدارس. مش معقول البنت تبقى عاملة زي الجاموس العشر كده وما تعرفش أي حاجة عن جسم الراجل. أنتوا مش خدتوا الكلام ده في المدرسة؟ لا، أصلا كانت بتغيبني في الحصص دي. خير ما عملت. امال انا حبيتك ليه؟ بص، انا جايب لك معايا مجله طبيبك الخاص، فيها دكتور كاتب كلام بياكد الكلام اللي انا بقوله لك ده بالرسم والصوره. حبيبتي
انت سخسختي بمدرج انك شفتي الرسم. والله ما عاد في منك. امال انا حبيتك ليه؟ ساميه ساميه ايه اللي انت وريته لي ده؟ بص انا مصدقك مصدقك، بس اوعى توريني الحاجات دي تاني. ما تنساش ان انا من اسره محافظه. ايوه ما انا عارف انك من اسره محافظه. ابوكي من اسره محافظه وامك من سجن المحافظه. قصدي محافظه يعني. طب يلا بقى يا شد حيلك عشان نتجوز. مش الست برضو عندها مواسير؟ معرفش، بس انتوا اكيد لكم نظام صرف ويختلف عننا.